وللحديث عن المغيبين في المحافظات المنكوبة والذي في الغالب يتبعه وفيات داخل السجون بعد ظهورهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، مرحبا بكم. يعني هناك مطالبات بفتح ملف المغيبين والمفقودين في المحافظات المنكوبة، هذا الملف يعني بدأ ولا ينتهي. بداية، لو تضعنا من خلال الأرقام في صورة هذه المأساة. تحية لك وللمشاهدين الكرام. هذه الأرقام يعني كبيرة جدا، وقد بيناها في استضافة اللجنة المعنية بالإخفاء القسري للمركز العراقي قبل حوالي أسبوع، وقد ذكرنا أن المغيبين يعانون من يعني من تغييب قسري متعمد من قبل القوات الحكومية، والقوات الحكومية تتعمد بإخفاء الحقائق عن اللجان الدولية، منها اللجنة الدولية للإخفاء القسري والمنظمات الأخرى، بأن هؤلاء المغيبين قد أخفوا قبل هذا التاريخ، وأن هذه الحكومة هي يعني غير مسؤولة عنهم بحسب تعبيرهم. ولكن الوقائع والدلائل تشير إلى أن منذ عام 2003 وإلى اليوم غيب على يد القوات الاحتلال الأمريكي وأيضا الميليشيات والقوات الحكومية ما بين 150 ألف مغيب إلى مليون مغيب. كل هذه الأرقام هي بفعل فاعل، وأن القوات الحكومية هي من قامت بتغييبهم قصرا عن مناطقهم وعن مجتمعهم. إذن يعني هذا العدد الكبير يؤكد أن الحكومة أو الحكومات التي أعقبت الاحتلال هي تمارس وتمنهج هذا العمل أو الانتهاك بصورة رسمية، وأيضا تعطي الضوء الأخضر لبقية الميليشيات بأنها تمارس هذا الدور الخطير في المجتمعات العراقية، حيث أن هذا التغييب يعني ليس مقصورا على هؤلاء، ولكن هو مصير مجتمع بأكمله، مصير وطن بأكمله. يعاني أهالي المخفيين من عدة أمور، منها اجتماعية، منها اقتصادية، منها نفسية. نعم أستاذ عمر، لكن برأيكم لماذا لا تريد حكومة الكاظمي أو حتى الحكومات التي سبقتها فتح هذا الملف؟ ما الضرر في ذلك؟ الضرر كبير، لأنهم جميعهم هم مسؤولون أمام هذه الانتهاكات الخطيرة، بحيث أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وإذا ما يعني أدين شخص من هؤلاء فإن الجميع سيسقط، بحسب أن هذه الجريمة يعني مسؤول عنها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، البرلمانيون، وحتى أصغر جندي في الحكومة الحالية هو مسؤول جملة وتفصيلا عن ملف التغييب هذا. وبالتالي الملف كبير، يعني يسقط الكثير من المدنيين في يسقط الكثير من المسؤولين في هذه الملفات الحرجة. طيب أستاذ عمر، يعني على سبيل المثال ذو مغيبي الصقلاوية يقولون إن مسؤولي المحافظة، محافظة الأنبار، وأيضا الحكومة في بغداد لا يلقون لنا بالا رغم المناشدات المستمرة لمعرفة مصير أبنائهم. لكن هنا إلى من يتوجهون إذا كانت السلطات المحلية في محافظة الأنبار أو حتى الحكومة ترفض حتى الرد عليهم؟ للأسف يعني يستخدم هذا الملف في كملف سياسي حتى في أروقة الأمم المتحدة، وهذا ما لمسناه في اللقاء الأخير ما بين اللجنة الدولية للمخفيين للإخفاء القسري مع الوفد الحكومي، أن هناك يعني تسوية سياسية، وهناك يعني معروف في هذا الأمر أنه الملف يكتنفه الخط السياسي في التصفية وفي تسوية الملف. ولكن نحن في المركز العراقي دائما تأتينا بلاغات وتأتينا الكثير من الشكاوى، وبدورنا نقدمها إلى الأمم المتحدة بصورة شكوى، ودور الأمم المتحدة توثق هذه الانتهاكات وتقدمها وتبحث عنها في لجنة معنية بتقصي الحقائق عن هؤلاء المخفيين قسرا في السجون. وبعض الحالات تأتينا إجابات إيجابية وبعضها سلبية، وبعض الإجابات تكون يعني الحكومة دائما تتذرع وتتحجج
بأن هؤلاء المخفيين هم على يد داعش أو هم من أبناء داعش، ولكن بالحقيقة هم مدنيون أبرياء، ولدينا أدلة كثيرة تثبت أن هؤلاء هم مدنيون في الفيديوهات في الصور بأثناء الشكاوى، أنه بعضهم يعني حتى من ضمنهم نساء وأطفال. يعني ما ذنب هؤلاء في المعارك التي جرت في المدن التي جرت فيها العمليات العسكرية؟ نعم. الكثير من المغالطات الحكومية في هذا الملف، الكثير من الغموض يكتنف ملف المغيبين لدى الحكومة في بغداد، ولكن لدينا الكثير من الشواهد، والأمم المتحدة تعرف من غيب هؤلاء، والجميع يعرف من غيب هؤلاء المدنيون. إذن الملف واضح للعيان، ولكن يحتاج إلى إرادة دولية، إرادة سياسية دولية لمعرفة مصير هؤلاء، لأنهم يعني معروف الجهات التي خطفتهم، معروفة الأماكن التي وضعوا فيها، وبالتالي يعني يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية ومحاكمة دولية حقيقية لهؤلاء المجرمين. لو تحدثنا عن حالات الوفاة، مصادر أمنية قالت إن 62 معتقلا في سجن الحوت بمدينة الناصرية توفوا خلال هذا العام 2020، لكن هنا لماذا سجن الحوت تحديدا من أكثر السجون تسجيلا للوفيات؟ ما السبب في ذلك؟ الجميع السجون هي متشابهة في الفعل وفي الإجرام وفي القساوة، ولكن دعني أخبرك يعني بعض المعلومات التي تريدنا. أن الحكومة تتعمد بإرسال المدنيين من مناطق الشمال والوسطى، واللي هي معروفة من المكون السني، إلى المناطق أو سجن الحوت الذي يقع في جنوب العراق، لأسباب طائفية، لأسباب انتقامية، لأسباب عنصرية بحسب تكوين هذا السجن. وبالتالي سيطرة الميليشيات أيضا على هذا السجن هو يعني ملف آخر أو قضية أخرى تضاف إلى ملف الذين يتوفون في هذا السجن بالتحديد. هناك أيضا الإهمال الصحي المتعمد، وهذا الإهمال الصحي المتعمد أيضا هو قتل خارج القانون إذا ما كان هناك تعمد في عدم وجود الغذاء، عدم وجود الصحة، عدم وجود يعني الحياة المناسبة للمعتقلين في هذه السجون. إذا كل هذا يندرج ضمن الانتهاكات الممنهجة والمستمرة التي تقوم بها القوات الأمنية تجاه المدنيين. من عمان عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لكم.